السيد حافظ الضبع المتحدث باسم مجلس شورى مجاهدي درنا، ذكرتم في الفقرة الرابعة أو أشرتم إلى محاربة الغلاء وأنكم ستتصدون إلى الغلاء، هل هناك ما زال غلاء بعد طردكم لما يعرف بتنظيم الدولة من مدينة درنا؟ نحن بفضل الله تعالى استطعنا طرد تنظيم الدولة عسكريا من درنا بفضل الله تعالى. نعم. ولكن نحن لازلنا في حرب معهم، لازلنا في حرب فكرية ليس مع تنظيم الدولة فقط، هناك خوارج جدد لا ينسبون إلى تنظيم داعش، هناك خوارج جدد ينسبون إلى 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 من يسمون أنفسهم بالمداخلة. هؤلاء خوارج جدد، ورأينا ما فعلوا في بني غازي وما يفعلون الآن في سجن جرنادا، وما يعني الآن يعني الخوارج لفظ الخوارج في تكفير المسلمين، في تكفير المسلمين بما دون الكفر، هذا ما يحدث الآن من هؤلاء المجرمين. يعني نحن الآن نحارب فكر، الآن ما زلنا نحارب، ولكن هذا الفكر ما دام ما زال موجودا في أي وقت يحمل السلاح، في أي وقت يحمل السلاح، ونحن لكي نقطع الطريق على هذه الأفكار المنحرفة جعلنا مرجعيتنا واضحة جلية لجميع الليبيين. يعني نعم. جعلنا مرجعيتنا لدار الإفتاء لأننا نرى أن طوق النجاة في أن نحدد مرجعيتنا الشرعية كي نردع أي من يتطاول سواء من خوارج الدولة أو خوارج المداخلة. نعم.